خد من حضرتك الترسيخ دوت، ويمكن انت قلت حاجه مهمه جدا هتنقل بيها الاستاذ جمال. ان انت بتقول ان الهدف الاكبر هو طبعا اللقب. هاخد من كلامك واقول ده من كان اهداف النادي الاهلي، انه حتى في المباراه اللي كانت في القاهره، والرغم ان احنا تقدمنا في الدقيقه 6 تقريبا وضمننا التاهل، لكن النادي الاهلي استكمل وجاب الجون الثاني والثالث. ده كان دي رساله واضحه للمباراه النهائيه لاي خصم، ان احنا النادي الاهلي هو اللقب، ودي رساله يعني رساله كده في شكل كروي فني للمباراه النهائيه للفريق الخصمي او المنافس. زي ما بنقول انه المباراه اللي احنا بنشوفها، اي مباراه بنشوفها النهارده ما بتبقاش بادئه النهارده، انا بشوفها من المباريات السابقه ليها. يعني دايما احنا كنا بنركز، وانا ركزت مع حضرتك على انه البروفا اللي كانت امام بيراميدز انا بشوف ان هي معبره جدا جدا عن الشكل اللي انا هشوف فيه النادي الاهلي في المباريات القادمه. لان انت اتوضعت تحت ضغوط، سواء كان اصابه او طرد او كذا، ضرب الجزاء ضيعة او ضرب الجزاء ضيعة، يعني كل الملابسات. وبعدين انا ما حسيتش في مباراه بيراميدز بعد كل الظروف دي اللي هو طوال الشوط الثاني ان النادي الاهلي اتاثر سلبا. ولذلك انا بشوف انه انا باخد مجمل مسيره موسيماني وادائه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، انا باخدها مقدمه لانه خلاص النادي الاهلي دلوقتي لعيبه النادي الاهلي انطلقوا نحو تحقيق بطوله. يعني مساله المباراه النهائيه ايا كان مين المنافس، اعتقد انه موسيماني نجح خلال الفتره اللي فاتت يا كابتن هاني ان هو يطلع حاجات كتيرة جدا كانت موجودة، إمكانيات لدى اللاعبين، يعني عند اللعيبة، يعني زي ما عرفش فيها نوع من الصقل من التلميع. المهم ان هو هي انا اعتقد لفظ تحرير كمان، تحرير اللاعبين بشكل كبير. بالظبط. فتحس ان انت بتتفرج على فعلا النادي الاهلي بتاع فترة سابقة. يعني انت يمكن في الدور الاول في الدوري هذا الموسم مع فايلر كان الاداء يقترب من هذا، بدايات فايلر بالظبط كان برضه قوة، وكان فيه الاداء اللي هو بتشتغل عشان تكسب على طول، ده كان موجود، اختفى تماما مع الفترة الاخيرة في ولايد فايلر اللي هي الفترة اللي بعد استئناف الدوري بعد كورونا. انت كسبت الدوري بقوه الدفع الاولى اللي انت عملتها في الدور الاول ورغم ان احنا مع فالر يعني حتى المباريات الاخيره كان فيها مكسب بس ما كانش مقنع. أيوة كان باهت. ايوه بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله، انه الشكل نفسه ما كانش بنفس قوه الاداء اللي احنا شفناه قبل كده. انا بقول ان الاهلي بقى استعاد مع موسيماني القوه دي، فده يديك انطباع برضو انه لا خلاص انت وصلت للمرحله، لعيبه النادي الاهلي وصلوا للمرحله اللي هم مش هيفرطوا باذن الله طبعا إن شاء الله في اللقب ايا كان المنافس بقى.